السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ سنة الأولى متوسطة صلاتكم كامل بخير اليوم أعزائي التلاميذ لكم وضعية طلبتوها يعني مني بزاف هي عن أهمية غسل الأسنان قبل نبدا هاد لا اعزائي التلاميذ ما تنساوش تدعموني باعجاباتكم واللي اول مره يدخل للقناه ما يضغط على زر الاشتراك اللي موجود جزء اسفل الفيديو فيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد توجو اعزائي التلاميذ هذا فضلا وليس امرا هاي نبدا على بركه الله نبدا بالعنوان pour des dents سان معناها من أجل الحصول على أسنان سان تكون صحية. pour des dents سنبدأ بلانتروداكسيون اللي هي المقدمه على سبيل المثال نقولو ابري لو يعني بعد الطعام il est معناها مهم de se brosser les dents يعني بعد كل وجبه او بعد الطعام يلزم يعني غسل الاسنان او تفريش الاسنان هو امر مهم pourquoi le brossage des dents, يعني لماذا euh, يعني غسل الأسنان أو تنظيف الأسنان est-il si important؟ لماذا غسل الأسنان euh, مهم جدا؟ يعني هذا السؤال درناه يعني نخدمو به المقدمة باش ننتقلو للعرض، يعني حاجة سهلة، المقدمة هي عبارة عن تمهيد صغير، بعد نديرو euh, سؤال. Après le repas, il est important de se brosser les dents.

ديفيتي لا كاري اي لي مالادي دو واش معناها دوك هذا هو الاجابه على هذا السؤال نحن نجاوبوا على هذا السؤال ونجاوبوش في المقدمه نجاوبوا في العرض سو بروسي معناها غسل الاسنان ابري شاك يعني بعد كل وجبه او بعد الطعام بيرمي يسمح لنا ديفيتي لتجنب لا كاري هي التسوس تسوس الاسنان اي لي مالادي دو جونسيف وامراض اللثه

après le repas, il est important de se brosser les dents. Pourquoi le brossage des dents est-il si important? Se brosser les dents après chaque repas permet d'éviter la carie et les maladies du gencive. Donc, pour avoir des dents saines, il faut se brosser les dents. Bihada, achekle. Nous après le repas, il est important de se brosser les dents. C'est-à-dire, on dit, il est important de se brosser les dents. C'est-à-dire, d'enlever les dents, un important. pourquoi le brossage des dents est-il si important Pourquoi le brossage des dents est si important? Limada, se brosser les dents après chaque repas دي قلنا بعد كل وجبة يسمح لنا او يساعدنا او يساهم في اجتناب تسوس الاسنان وامراض اللثه دونك الخاتمه pour avoir des dents saines يعني على اسنان صحيه واش لازم نديرو الفو يعني يجب علينا غسل الأسنان بهذا الشكل سبغسي لدو صلاة تكونو أعزائي التلاميذ تبعتوا معي فهمت معي خطب خطوة بخطوة يعني هي طريقة سهلة وبسيطة عندي بكم ملاحظة بال... بالنسبة للتلاميذ اللي ما إشعارات يعني راهم يق... نشوف بزاف تعليقات يقولوا لي نزلي هاد الصفحة أو هاد الدرس انا كنت نزلتو من قبل مي نتوما بروبليم سيكو موصلكمش النوتيفيكاسيون تاع لي فيديو راني نبعتهم موصلكمش الإشعارات ألوغ واش ديرو قلتلكم ألغو إشتراك أضغطوا على الزر الأحمر هذا اللي راه موجود أسفل الفيديو نتوما عندكم رمادي مادي باسكو راكم مشتركين اضغطو عليه وبعد ذلك فعلوا زر الجرس من دراو جديد ان شاء الله تكونوا حليتو مشكل عدم وصول الاشعارات الله تكونوا فهمتوا معايا وتبعتوا معايا خطوه بخطوه نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد مع السلامه